هل الرسول صلى الله عليه وسلم فسر القرآن للصحابة أم فسر من بعده؟ أي أحسنتي، هل الرسول صلى الله عليه وسلم فسر القرآن؟ نعم، بارك الله فيك. القرآن يا ابنتي نزل على قوم عرب أقحاح يفهمون التفسير بشكل واضح جلي، ولم يخف عليهم شيء إلا في بعض العبارات أو الكلمات التي نعم قد يحتاج إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقولها لهم أو أن يظهر بعض معانيها، لأن القرآن حمال ذو وجوه، يعني كلماته المجملة لها معاني كثيرة، فقد يستخرج بعض الصحابة منها مثلا معاني، مثل ما في تفسير ابن مسعود كان يقول حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وهي صلاة العصر، يقول صلاة العصر، ومثل قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه في قول الله عز وجل وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة، قال آية الليل هي القمر، ومعنى محونا أي طمسنا، فقد كانت القمر مشتعلة كالشمس ثم انطفأت. وهذا الكلام يستحيل أن يكون ابن عباس قد قاله من عنده، لأنه من علم الغيب الماضي، وبالتالي لابد أن يكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فالجملة كانوا يفهمون المراد، كفار قريش علموا القرآن من أول يوم فهموه. قد تأتي كلمات تحتاج إلى مزيد من البيان لأنها تحتمل عدة معاني، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يفسرها لهم ويخبرهم بها. أما القرآن بشكل عام كان الصحابة يفهمونه ويتأثرون به، فهو بلاغته في سبكه ونظمه وجمال أسلوبه، ولكنه كذلك في عظمة معانيه. شوف الوليد بن المغيرة لما جاء يستمع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ عليه أول سورة فصلت حتى وصل إلى قول الله تعالى فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، فمسك بفم النبي صلى الله عليه وسلم قال يا محمد أنشدك الله والرحمة، إلا سكت، ما عاد استطاع يتحمل عظمة هذا القرآن، يعني أدرك هذا المعنى إدراكا مباشرا. بارك الله فيكم. جاءت بعد ذلك أجيال تحتاج إلى أن تفهم التفسير. أولا القرآن يفسر بعضه بعضا، القرآن يفسر بعضه بعضا، ثم يأتي بعد ذلك القرآن يفسر بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي بعد ذلك القرآن يفسر بما أثر عن الصحابة من فهمهم، ثم الأخير القرآن يفسر بلغة العرب الصحيحة التي كانت معلومة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم.